امر عظيم قوي ان في خلال 3 شهور يحصل تغيير كبير قوي في حياه يعني الطلبه الجدد، وده امر متهيألي احنا محتاجين ان احنا نبص عليه كويس. شوفوا قد ايه بالتركيز وبالانضباط وبالالتزام نقدر نحقق تقدم في مده زمنيه مش كبيره. 3 شهور مش كتير قوي على التغيير الكبير اللي بيتم في حياه الطلبه والطالبات اللي بيتقدموا للكليه وبيبقوا موجودين معانا. انا بهنيهم وبشكرهم وبشكركم انتم كمان اللي هم الطلبه الاقدم على الجهد اللي انتم عملتوه معاهم خلال الفتره ديت، وعلى الجهد اللي انتم بتعملوه اثناء وجودكم في الكليه وبعد كده. واحنا دايما لما بنيجي نتكلم في المناسبات اللي زي كده بناكد على معاني كبيره قوي قوي، معاني التضحيه ومعاني الالتزام ومعاني الواجب، الواجب الكبير قوي تجاه بلدنا وشعبنا.